بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله أنا وزميلي العزيز دكتور هشام يوسف حسن هنقدم مجموعة من الكبسولات العلمية، هي عبارة عن خلاصة خبرتنا تفيد طلابنا وزمايلنا الصغيرين. أول كبسولة النهاردة هنتكلم عليها خاصة بالانتحال أو السرقات العلمية، البلاجيريزم في رسائل الماجستير والدكتوراه ومشروعات التخرج. إزاي بيمكن اكتشافه بسهولة؟ بيمكن اكتشافه بسهولة من قبل المحكم بمقارنة سريعة للغة وتماسك الجمل وحبكة السرد في 3 نقاط رئيسية. إيه هما دول الـ3 نقاط؟ أول نقطة المقدمة الانترودكشن، تاني نقطة الليتريتشر ريفيو المراجعات الأدبية، وتالت نقطة المنهجية الميثودولوجي. بيتم مقارنتهم بإيه؟ بيتم مقارنتهم غالبا دول بيكونوا مكتوبين بجودة عالية جدا، بيتم مقارنتهم مع الريزولتس النتائج والديسكشن النقاش اللي بتكون غالبا مكتوبة بشكل ضعيف ومليء بالأخطاء. ده بيدل إن الطالب أو الباحث ده اقتبس الأجزاء الـ3 الأولى الانترودكشن والليتريتشر ريفيو والميثودولوجي بشكل جزئي أو شكل كلي من غير ما يقوم بإعادة صياغتها أو يعمل لها ريفريزنج، بل وضعها زي ما هي. بما إن الجزئين الأخرانيين النتائج والنقاش هما من صميم عمله، فالطالب معرفش إن هو يصيغهم بالشكل العالي الجودة اللي كان موجود في الأجزاء الأولى، فبالتالي بتحدث مشكلة. طيب إيه الحل؟ الحل إن الطالب يعيد صياغة الجمل اللي تم اقتباسها من مراجع أخرى خلال كتاباته للرسالة بتاعته، مع استخدام برامج كشف الانتحال أو كشف السرقات العلمية. بعض من هذه البرامج مجاني وبعض منها بمقابل بسيط، أو عرض الرسالة بتاعته بشكل ودي على حد في المجال الأكاديمي اللي بيكون عنده خبرة شوية في نفس مجاله للتصحيح وإعطائه النقد والتنقيح، مع عمل الطالب بشكل دائم على تطوير لغته الإنجليزية. وهنا ممكن نقدر نقول إن في بعض الجهات بتعمل حاجة اسمها بروف ريدنج أو التدقيق اللغوي ممكن يلجأ ليه. بكده نكون انتهينا من كبسولتنا النهاردة الخاصة بالبلاجيريزم، الاقتباس أو السرقات العلمية. نتقابل مع بعض في كبسولة علمية جديدة.